ما بنقوله بنأكد الجديه والاداء والاصرار لفريق النادي الاهلي دي اللي بتحسم اقل المباريات. كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، مبروك يا كابتن طارق، مباريات غارت في الاهميه والتلاحم مباريات كبيره جدا، لكن الدوافع اللي بتتجدد بشكل مستمر سواء لحراسه المرمى او للجهاز الفني بشكل عام هي دي اللي بتساعدنا في المباراه. ببارك لك وحابب تقولي على الجيم. والله بقول الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك يا كريم. تحياتي للكابتن اسلام وضيوفه اللي معاه في الاستوديو. بقول الحمد لله على المكسب، ولكن برضو المباراه صعبت علينا بسبب ان احنا برضو في الشوط الاول كنا ممكن المباراه يعني نجيب اكتر من هدف. الشوط الاول خلص 1-0 بس، الشوط الثاني برضو في فرص ضاعت كتير. يعني مش عايز يعني اتكلم على ضربه الجزاء، يعني في فرص كتير قبل ضربه الجزاء وفي فرص كتير ضاعت بعد برضو ضربه الجزاء. فالمباراه صعبه علينا، فلازم احنا الحاجات دي لازم نخلص. يعني كل المباريات اللي جايه هتبقى بالشكل ده والسيناريو ده ممكن يتكرر، فاحنا لازم نبقى جاهزين للكلام ده، لازم نبقى جاهزين بان احنا نموت المباراه. المباراه بتموت بعد الهدف الثاني، النتيجه كانت 1-0، كنا ممكن ناكد الهدف الثاني والثالث والموضوع يبقى بسيط جدا. زي برده مباراه، حتى مباراه المصري بالظبط، المباراه برده خلصت 2-0 وكنا كانت ممكن تبقى 4 وكانت ممكن تبقى 5، في فرص كتير ضاعت الشوط الاول وبرده فرص في الشوط الثاني. لازم دي يعني انا يعني الواحد النهارده طبعا برضو بيحصل زي ما انت شايف كده مباراه فيها توتر، سواء طبعا بحكم ان انت متعادل وعايز توصل للنقطه 64، توصل للنقطه 64 بعد امبارح ما تعطل بيراميدز بالتعادل مع المقصه، فبقى 64 نقطه النهارده تكسب توصل 64، ولسه لك مباراتين متاجلين على يعني بيراميدز لعب عليك مباراتين زياده. ولكن في النهايه بقول الحمد لله، ببارك طبعا لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره ولاعيبه وجهاز فني، ولسه المشوار طويل ما خلص، يعني لسه 6 مباريات واستمرارات مهمين جدا جدا، وبرضه هيبقى بنفس الصعوبه دي صدقني، مش هتبقى فيه مباراه سهله، سواء بتلاعب فرقه في بتنافس او بتلاعب فرقه بتلعب على زي ما انت شايف كده في كل يعني الجيش 34 بونت، فالنهارده مهم جدا البونت ده يفرق معاه جدا في البقاء. لسه برضه في امل بعد كمان ما كسب امبارح الحرس ووصلت نقطه 32، فالموضوع بقى صعب، الموضوع بقى صعب جدا سواء هتلعب مع فرق من تحت او فرق من فوق. بقول الحمد لله، واللي جاي ان شاء الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا كابتن. شكرا يا كريم.